علاقة السرطان بالتغذية وحتى الأغذية المسببة للسرطان موضوع جدل اليوم ونقاشات. معك دكتور عفاف حفيظ تفاصيل، وأهلا وسهلا بك، مرحبا وصباح الخير، أتمنى تكوني بخير. صباح الخير لالا جيهان، صباح الخير، مرحبا مرحبا، بارك الله فيك. مرحبا، طيلة الأسبوع إن شاء الله غنتكلموا حول التغذية والسرطان، التغذية أثناء علاج أو العلاجات الكيماوية للسرطان. وشكرا جزيلا على هذه المواضيع هذه اللي حاولنا أننا نقسموها طيلة الأسبوع، أننا نجاوبوا كل المستمعين والمستمعات على رقم 0537 79 59 39. لالا عفاف، علاقة السرطان بالتغذية، هل يعني كاين واحد العلاقة بيناتهم دكتور؟ هي العلاقة السرطان بالتغذية هي واحد العلاقة اللي هي كبيرة بزاف، وكاينة من بزاف ديال الجوانب. أول حاجة أن التغذية ممكن أنها تكون سبب من أسباب السرطان. يعني التغذية ديالنا والمود دو في ديالنا يقدر يرفع لينا من نسبة ديال الإصابة بالسرطان في الحياة ديالنا. هذه من جهة. من جهة ثانية، التغذية كتساهم في العلاج، يعني الناس اللي عندهم سرطان في الفترة ديال العلاج التغذية كتلعب واحد دور كبير في الاستجابة للجسم لهذاك العلاج اللي كيتخاد. وممكن نعم نعم، وممكن نعم. كذلك يعني تلعب واحد الدور كذلك في خفض خطر الإصابة بالسرطان. فوالا يعني والثالث هي نعم. الوقاية تمام. يعني الوقاية من السرطان نعم. يعني ممكن أن التغذية ديالنا تكون هي سبب في الوقاية ديالنا من السرطان وأنه ما يجيناش السرطان. دونك قلنا أول حاجة هي السبب، يعني السبب دابا أغلبية الناس يعرفوا أن شنو هي المواد اللي كتسبب لنا السرطان. أنا ديك المرة قلت لك هي كاينة قاعدة، أي حاجة مصنعة، أي حاجة ماشي طبيعية 100% كيدخلوا فيها مواد اللي الجسم ديالنا ما كيعرفش يتعامل معها، دونك تقدر تسبب لنا السرطان. دونك هذه هي القاعدة العامة، اللي بغى يبعد على السرطان خاصو بالأغذية الطبيعية. وخلابة الأغذية الطبيعية يعني فالخضرة والفواكه ولو فيها المبيدات بواحد الشكل كبير ولا عندنا التلوث بواحد الشكل كبير، يعني ولكن ما عندناش أين المفر؟ يعني أين المفر؟ يعني ما يمكنش واحد كل واحد يمشي يدير واحد البلاصة ديالو ويبدأ يزرع فيها إلى آخره. دونك هذه صعيبة بالذات، يعني ما يمكنش نطلبوها، ولكن أموا نقصوا من المواد الأخرى، نخليو غير هاد المواد اللي هي ضرورية اللي تدخل الجسم ديالنا. أي حاجة أنبالي نبعدو عليها، حيت أي حاجة باش كيديروها في الأنبالاج وكتبقى مدة كبيرة يمكن كيزيدو فيها شي حوايج أخرين اللي غتخليها أنها تبقى عام عامين ثلاث سنين، راه مايمكنش تبقى هاد المدة كاملة بلا ما نديرو فيها الفوتو كيميك. تماما، أي حاجة كنشوفو كتكون واحد اللون اللي هو سبيسيال راه كيزيدو فيها ملونات. أي حاجة اللي كتكون عندها واحد بدا أي حاجة اللي عندها مذاق زوين وكيعجبنا نعم. يكونوا فيها بزاف الإضافة. يعني هذه قاعدة. دونك الواحد يبعد على أي حاجة اللي هي أنبالي، أي حاجة اللي هي ما نقدروش نقولوا ده ديفينيتيف ما، حيت ما يمكنش. كتطيحي في المناسبات كتلقاي أنك غادي تشربي مشروبات غازية، كتلقاي بعض المرات أن الوليد كيشوف صحابه كيبغي يشري واحد البيسكوي ولا شي حاجة، دونك ناخذوهم بار موديراسيون، يعني ناخذوهم بواحد الكميه واحد النسبه اللي هي قليله. نعم. يعني الا خدينا مثلا مره واحده في الاسبوع وتكون مره الايام الاخرى كلها صحيحه، الاكثر مره في الاسبوع. نعم. يعني هذه على الاكثر وحاجه واحده. نعم نعم. دونك هذه من جهه. التغذيه اللي غنهضروا عليها بزاف دابا واللي كيحتاجوها الناس بزاف هي التغذيه اثناء العلاج. يعني الواحد اللي ديجا فيه السرطان، يعني الله يشافيهم والله يحفظهم، يعني الله يشافيهم والله يقويهم. نعم. كما كنعرفوا العلاج ديال السرطان هو واحد العلاج اللي صعيب، يعني ماشي علاج ساهل، واحد العلاج اللي كيحتاج واحد الطاقة كبيرة. نعم. كيستنزف من الطاقة ديالنا. نعم، جسمانية ونفسية، يعني راه جسمانية ونفسية. نعم. داكشي علاج المريض ديال السرطان خاصنا نعطيه هذيك الطاقة. يعني خاصنا نرفعوا ليه من الطاقة، الطاقة منين كتجينا؟ كتجينا من الأكل ديالنا. يعني اوتوماتيكمون الانسان اللي فيه السرطان اللي كنعطيه واحد الغذاء اللي هو مناسب للحالة ديالو غتكون عنده واحد الطاقة أكثر ويقدر يواجه داك المرض أكثر. نعم نعم. دونك هذه من جهه. ثاني حاجه ان التغذيه خاصنا نحيدوا، كتعاوننا اننا نحيدوا بها المضاعفات ديال هذا العلاج. شنو هما اهم المضاعفات ديال العلاج الكيماوي او الاشعه او العمليات؟ اول حاجه كنضحوا بسوء التغذيه، حيت كما كتعرفي ان الناس اللي كيديروا اللي كيتبعوا الخدمه كيكون عندهم شخطو الشيميو، كيكون عندهم كيكونوا مروعين ما كيقدروش ياكلوا. نعم. كيبدا كتكون عندهم ديك لاميوسيت، فمهم كيبدا يطيب، كيبدا ينشف. نعم. ما كيقدروش يسرطوا بزاف. دونك هادشي كامل كيخليهم انهم ما كيبقاوش ياكلوا بزاف. لا وربما إذا سمحتي لي للعفاف نهار الشيميو كيمشيو بلا فطور، وهذه مسألة خاصنا نأكدوا عليها بشدة. هذه غادي نهضروا عليها،
هذيك غادي نهضروا عليها باش نهضروا على العلاج. هذه صراحه مساله خاطئه. دونك هذاك السيد اللي ما كياكلش غادي يطيح في سوء التغذيه، وبعض المرات سوء التغذيه كتقتلناك اكثر من اللي غيقتلنا الكونسر. يعني كيقدر الواحد ما كيكونش في واحد الصاد اللي هو افونسي كيموت غير بسوء التغذيه، حيت الجسم ما كيلقاش باش يخدم. ما عنده لا معادن، ما عنده لا فيتامينات، ما عنده حتى حاجه. نعم. ثاني حاجه شنو كدير من الشيميو؟ كتضعف لنا المناعه، حيت هي كتهبط لنا من المستوى ديال اللوكوسيت ديال الكريات البيضاء، دونك السيد ما كيبقاش عنده المناعه. حنايا بالتغذيه ديالنا خاصنا نرفعوا ليه شويه هذه المناعه باش تقدر تجي غير سخانه تقتلو، تقدر تجي غير واحد يقتلو، يقدر يجي غير فيروس صغير يقتلو. دونك هبط ليه غير طونسيون. نعم. نرفعوا ليه شويه هذه المناعه ديالو باش يقدر يصبر ويقدر يكمل هذاك العلاج. ثالث حاجه ان في الجسم ديالنا كيوليو كيتفرضوا لنا بزاف هذوك الجذور الحره اللي غادي كوليب، وهاد اللي كانت غادي كوليب هما كيزيدوا لنا من الحده ديال السرطان. كيفاش كنقدروا نحيدوهم؟ بحاجه وحده، هما لي زونتي اوكسيد، مضادات الاكسده. هاد مضادات الاكسده منين كنجيبوهم؟ هاد اللي ريبوكنا فلافونويد منين كنجيبوهم؟ كنجيبوهم من التغذيه. نعم. يعني عندنا المواد اللي كنجيبوهم منها اللي هما الخضار، اللي هما الفواكه، اللي هما زيت الزيتون، اللي هما الفواكه الجافه، هما اللي كنلقاو فيهم هاد لي زونتي اوكسيد بكثره. واخر حاجه هي ان في الشيميو كتهبط لنا لاماس ميسكولير، يعني الكتله العضليه، العضلات ديال الانسان. نعم. كيهبطوا. نعم. والعضلات باش كيتكونوا خاصنا نعطيهم بروتينات. نعم. داكشي علاش وعاد تزيد الحفاظ على الوزن، حيت كنعرفوا ان الشيميو كتضعف بزاف، كنلقاو ان الواحد كيضعف بزاف في الشيميو، اولا دي فوا في سورتو الكونسير دو سان كنلقاو ان كيقدر يزاد لو بوا. دونك وهذاك الزياده ديال لو بوا كدير لينا من الاحتمال ديال الاصابه بالسرطان وديال المضاعفات ديال السرطان. دونك شي علاش ان التغذيه كتلعب واحد الدور مهم باش نقادوا بها هاد البارامتر هادو ديال التوازن او هاد المحاور او الاعمده اللي تكلمتي عليها. والحمد لله هادو هما اللي غنهضروا عليهم اون ديتاي باذن الله. الحمد لله يعني ولات واحد الثقافه يعني توعويه كبيره للعفاف حفيظ. هادي واحد 14 سنه يعني المراه ملي كتصاب مرض السرطان ماشي هي اليوم الحمد لله كتلقاي المراه واقفه طبعا واعيه بالمرض ديالها، عاطيه لراسها واحد الحمايه نفسيه، واحد الحصانه نفسيه جيده. طبعا عارفه شنو تاكل وشنو ما كتاكلش. الحمد لله زعما انه هو العلم تقدم والناس وعاو يعني وهادشي يعني كيبشر بالخير. نعم. دونك هي بصفه عامه دابا نعطيك القوانين بصفه عامه ومن بعد غادي نهضروا في الحلقات القادمه ديال شنو قبل الشيميو وشنو اثناء الشيميو وشنو بعد الشيميو. دونك اول حاجه خاص يكون غذاء متكامل متوازن. يعني هذا هو الاهم. هذا هو الاهم، يعني خاص تكون متوازن، ما تكونش ميدمه بزاف، ما تكونش حلوه بزاف، ما تكونش حاره بزاف، ما تكونش مقليه، ما تكونش الاعتداد، ما تكونش مقليه الى اخره. خاص يكون غذاء يناسب رغبات الشخص، حيت في ديك ليطاب كنوليو كنمشيو مع الشخص شنو كيبغي، بما ان الشهيه ما كتكونش كنعطيو الحوايج اللي كيبغي هو. نعم. ثالث حاجه خاصنا ننتبهوا لكيفاش كنطيبوا، يعني بالمود دو كويسون. ما خصناش نقليو، يعني في القلي كتكون عندنا لاكريلاميد اللي هي ماده مسرطنه، دونك خصنا نتابعوا لهذ المواد. وفاش كنقليو؟ وفاش كنقلي؟ لان حتى الاداه مهمه هنايا للعفاف. وفاش كنطيب هنايا راه مهمه جدا حتى هي للعفاف حفيظ. طبعا. نعم. والنصيحه اللي كنعطي واخا هي صعيبه بزاف هي الحركه، يعني كنعرف ان الناس ديال الشيميا كيكونوا ما كتبقاش عندهم لينيرجي، كيوليو شويه ناقصين، ولكن الحركه كتلعب واحد الدور مهم في العلاج. هذيك الدوره ديال الدوره الدمويه تعاون هذيك لاكسيدي هذاك لاكسيد ديالها. تماما. الاكثار من البروتينات، حيت قلنا ان كتكون لاماس مشكله سيرتو البروتينات النباتيه. يعني خصوصا البروتينات النباتيه. والدجاج والبيض يكونوا بلديين، حيت دابا كنعرفوا لو تريتمون هرمونال اللي كيتعطاو، يعني السيد اللي فيه الشيميو ما عندوش فين يزيد دوك لي هرمون ودوك لي زونتيبيوتيك. دونك من الاحسن يكونوا بلديين اولا يكون الحوت. والحوت نتفاداو الحوت الكبير بحال الطون بحال الاسبادو، حيت يكونوا عامرين بلي ميتولوغ، والانسان بما انه كيكون فراجيل دونك كنحاولوا من ما امكن نبعدوا عليه هذا المواد. شنو هو الحوت المنصوح به للعفاف؟ هما شي الحوت اللي يكون صغير، ما تكونش ذاك الحوت الكبير حيت كيكون فيها بزاف ديال لي ميتولوغ. ناخذوا الحوتات الصغيورين اللي كيكونوا صغيورين في لاطاي. نعم. وشرب الماء، حيت الواحد كيكون مروع كينسى انه يشرب الماء، والماء كيلعب لنا واحد الدور اللي هو جد مهم. وفي الضروره كنعطيو مكملات غذائيه، ولكن هذه في الضروره القصوى فاش الانسان ما كيقدرش ياكل. دونك هذه هي النصائح العامه، ومن بعد ان شاء الله غنشوف التفاصيل ديال العلاج. وضروري للعفاف حفيظ تعطينا حتى يعني بعض يعني العصائر اللي مهمه جدا واللي كنحسوا بانه مريض او مريضه السرطان كيحتاجهم اثناء العلاج، بديك العافيه اللي كيحس بها الداخل، وبديك السخونيه وذوك الالتهابات اللي كيحس بهم في الامعاء وفي الم...
المعدة وفي الداخل ديالو كيعلم به غير الله سبحانه وتعالى. طبعا وحنا حاسين كما كنقولوا حاسين به وغنكونوا معاهم في هذا الأسبوع هذا بإذن الله إن شاء الله.